كل الحب والتقدير لكم أصدقائنا المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة مباشرة من برنامجكم التفاعلي الرياضي اليومي، برنامج كليك. تقدرون تشوفون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالرابعة الرياضية على فيسبوك، يوتيوب، انستغرام وتويتر، بالإضافة إلى مشاهدتنا على البث المباشر عبر ستلايت ستار لاين أو على النايل سات. بالإضافة لهذا تقدرون تشوفونا على البث المباشر على موقع الرابعة الرياضية أو تطبيقاتنا الرابعة والرابعة الرياضية. ما نطول عليكم، نبلش برنامجنا بالعناوين. نساء العراق يرفعن اسم العراق عاليا بالتأهل لنهائي غرب آسيا للصالات. المنتخب المكسيكي يطلب مواجهة العراق وديا في إسبانيا. شكل مختلف للإجازة، فينيسوس يرقص في البرازيل وغريليش ثمل في لاس فيغاس. أهلا بكم أصدقائنا المشاهدين من جديد. بكل فخر تأهل منتخب العراق للسيدات لنهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم للصالات بعد تغلبه على شقيقه الكويتي بنتيجة قوامها 12 هدف مقابل لا شيء بالمباراة اللي أقيمت مساء أمس الأربعاء بصالة الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وانتهى الشوط الأول لسيدات العراق بنتيجة 2-0، وتمكن نسانا من مضاعفة الغلة التهديفية بإضافة 10 أهداف أخرى بالشوط الثاني اللي كانت فيه السيطرة مطلقة للاعبات العراقيات بفضل تحركات ومهارة متميزة من شوخان نور الدين اللي استطاعت تسجيل 4 أهداف، أي سوبر هاتريك كانت صناعتها لأربعة، بالإضافة لصناعتها لأربعة أهداف أخرى، كما تألقت تبارك عبد الرحمن وطيبة سليم ودارين أحمد وزينب عباس. وبهذا الانتصار الكبير بلغنا سيدات العراق المباراة الختامية في أول مشاركة لهن في بطولة غرب آسيا، ويواجهن سيدات السعودية يوم غد الجمعة. وتعد هذه النتيجة الأكبر النسخ الحالية من البطولة، كما أنها تعد تاريخية لمنتخب العراق الذي تم تشكيله قبل انطلاق البطولة بشهرين. أعربت مدربة منتخبنا للصالات شاهناز ياري عن فرحتها الغامرة بالفوز والنتيجة الكبيرة، وأكدت ياري أنها كانت على ثقة عالية بلاعبات المنتخب بقدرتهن على تقديم مستويات مميزة، مبينة أن المنتخب العراقي أمامه فرص للتطور، خاصة أن هنالك رغبة واندفاع عاليين للاعبات من أجل التعلم والتطور. وعبرت ياري عن كامل ثقتها بقدرة اللاعبات العراقيات على خوض مباراة قوية أخرى في النهائي أمام المنتخب السعودي والعودة بالكأس إلى بغداد. أصدقائنا المشاهدين، هذا الفوز العريض والتطور الواضح بالكرة النسوية، كرة القدم النسوية على وجه التحديد، وبالأخص كرة الصالات النسوية عن طريق هذه النتائج المميزة، أكيد وضح تفاعل كبير من قبل الجمهور العراقي وفرحة غامرة بهذه النتائج المميزة. خلينا نشوف الجمهور العراقي أصدقائنا المشاهدين شلون تفاعل ويا الفوز العريض لمنتخبنا على الكويت ب 12 هدف والتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا. التعليق الأول من حساب بعنوان أحمد أبو العقل، أحمد يقول: عمل واضح من خلال الكادر التدريبي المعسكر الأخير كان ذو فائدة لمنتخبنا النسوي، المباريات التجريبية والدخول بمنافسات المشاركة تجلب لك النتائج الجيدة، منتخب يستحق كل الاحترام، وهذه هي إيجابيات المدربين العراقيين بالدوري وعملهم المتواصل مع اللاعبات. إذن كان هذا التعليق الأول من حساب بعنوان أحمد أبو العقل اللي أكد أنه هذا التطور الواضح بسبب الكادر التدريبي والحرص والمعسكر التدريبي اللي قام به منتخبنا قبل خوض البطولة اللي كان طبعاً بإيران، وتخلل مباريات ودية وتجريبية وتدريبية، وكانت
كل هاي المباريات فاز بها منتخبنا الوطني. خلينا نشوف التعليقات الأخرى أصدقائنا المشاهدين حول نفس الموضوع. التعليق الثاني من حساب بعنوان محمد زنجنة. محمد يقول رقم 10، رقم 10 شاخوان نريدها تلعب بالطلبة بشرف ويتندلي الجول أحسن من وقاع. إذن كان هذا تعليق محمد اللي يعني أبدأ إعجابه باللاعب شاخوان، لكن على طريقته الخاصة كونه هو مشجع طلابي، وقال تندلي الجول أحسن من وقاع على حد تعبيره ورأيه. طبعا خلينا نشوف التعليقات الأخرى أصدقائنا المشاهدين حول نفس الموضوع. والتعليق الثالث من حساب بعنوان علي حسين. علي يقول منتخب الزلم خلي يعزلون ويفتحون إنشائية أحسن لهم. والله يا علي، منتخب الزلم هو أصلا حاليا معزل وتقريبا مفتح إنشائية، لأن ماكو لا مدرب ولا تحضيرات ولا استعدادات ولا يعني ماكو، فتحين إنشائية المنتخب فلا تخاف. هذا التعليق كان التعليق الثالث. التعليق الأخير حول نفس الموضوع أصدقائنا المشاهدين من حساب بعنوان عباس حسن. عباس يقول عاد دعموهن يستاهلن، مو بس تنشرون، فد معسكر بإيطاليا بإسبانيا خلي يحتكم بالفرق العالمية، كافي دعم لمنتخب الرجال والمليارات، وما فد يوم فرحنا بس خساير، أقلها بني يستاهلن. يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات للرجال نظير السعودي في دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بمدينة الدمام السعودية، وتقام المباراة بالصالة الخضراء في تمام الساعة والنصف مساء يوم غد الجمعة. هذه المباراة أصدقائنا المشاهدين من خلالها المنتخب حاليا واصل إلى هذا الدور بعد أن حصل على مركز وصيف المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل مع مصر 3-3 والفوز على الجزائر 3-2. ويسعى المدير الفني ناظم الشريعة بالمباراة للفوز من أجل مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية. بالمقابل وصل المنتخب السعودي لهذا اللقاء بعد أن جاء بالمركز الأول بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها بالخسارة والفوز، خسارة من فلسطين والفوز على ليبيا. طبعا المباراة راح تكون بالساعة 7:30 من يوم غد الجمعة. بهذا الصدد قال المدير الفني للمنتخب الوطني للصالات ناظم الشريعة بالمؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم الخميس قبل خوض مباراة منتخبنا والنظير السعودي لحساب دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب. قال منتخبنا جاهز لهذه المباراة وأملنا كبير بتخطي المنتخب السعودي اللي يعد من المنتخبات القوية والمتطورة، مؤكدا أنه فريقنا أكمل كل تحضيراته لهذه المباراة المهمة، لأنه الخاسر بيها راح يودع البطولة والفائز راح يروح للدور ما قبل النهائي، لذلك لا يوجد لدينا أي خيار غير الفوز وهذا ما نطمح إلى تحقيقه، مبينا أن المنتخب العراقي الحالي سيكون له شأن في المستقبل القريب بعد أن خاض لاعبوه بطولة غرب آسيا بالكويت عقبتها بطولة كأس العرب، مشيرا إلى أن المباريات التي خاضها الفريق في هاتين البطولتين مباريات قوية واستفدنا منها كثيرا لمعرفة اللاعبين الجيدين وزيادة الاحتكاك والخبرة لدى بعض اللاعبين الشباب الذين تم استقطابهم حديثا للمنتخب. أما منتخب الناشئين أصدقائنا المشاهدين فيخوض اليوم مباراة مهمة ضد منتخب عمان، انطلقت قبل ساعة من الآن على ملعب العقبة بالأردن لصالح الجولة الثانية بعد الفوز بالمباراة الأولى على بطل البطولة اليمن بهدفين مقابل هدف واحد. هذه الصورة طبعاً أصدقائنا المشاهدين من وصول منتخبنا للناشئين إلى ملعب المباراة، إلى ملعب المباراة، وأكيد يعني نتمنى أنه المنتخب يحقق الفوز وتكون النتيجة إيجابية لصالح العراق. منتخبنا للناشئين أصدقائنا المشاهدين أكمل استعداداته لهذه المباراة بشكل تام من خلال التركيز على تحقيق الفوز بالتدريبات. المدرب المساعد سعد عبد الحميد وأحد اللاعبين لاعبي منتخبنا الناشئين صرحوا قبل هذه المباراة، خلونا نشوف. 3 نقاط كانت مهمة جداً من فريق البطل يعني صاحب النسخة السابقة في السعودية، يعني أكيد المباراة كانت مهمة، إن فريق صعب، فريق يمتلك عناصر جيدة،
لكن الحمد لله والشكر يعني من خلال الجميع التعاون الجميع اللي موجود بالوفد، كادر اداري وطبي ولاعبين واعلاميين، الحمد لله والشكر قدرنا نوصل الى مرحله الجهوزيه رغم بعض الظروف اللي مرينا بها، لكن الحمد لله والشكر دائما نقول ان العراقي يتعدى الظروف، والحمد لله والشكر تعديناها وقدرنا نخطف 3 نقاط مهمه جدا من الفريق اليمني في اول مباراه. دائما مباراه الوفد تكون مهمه لنا، وان شاء الله عاملين بالطموح للوصول الى الاعلى مراتب في هذه المجموعه. ان شاء الله مباراتنا غدا امام عمان منتخب ممتاز، وان شاء الله احنا نكون الافضل ونحصل النقاط الثلاثه. اذا كل التوفيق لمنتخبنا للناشئين. نرجع للمنتخب الاول قليلا، حيث تقدم منتخبنا الوطني مرتبتين في قائمه التصنيف الشهري للمنتخبات اللي يصدرها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا في شهر حزيران الحالي. واحتل المنتخب العراقي المركز 70 بعد أن كان بالمركز 72 الشهر الماضي، فيما واصل تواجده بالترتيب 8 على الصعيد القاري والعربي، وحصل العراق على 1338.91 نقطة، حيث جاء بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والإمارات على مستوى القارة الآسيوية، وبعد منتخبات المغرب وتونس ومصر والجزائر وقطر والسعودية والإمارات على المستوى العربي. نبقى مع المنتخب الأول أصدقائنا المشاهدين، حيث نشر الزميل الصحفي علي إسماعيل يوم أمس خبر ومنشور أوضح فيه أنه منتخب المكسيك يطلب مواجهة منتخبنا الوطني، وأضاف إسماعيل أن الجانب المكسيكي فضل أن تقام المباراة في إسبانيا أثناء معسكر التدريبي تحديدا بالتاسع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، متحملا كافة مصاريف الإقامة في مدريد. ونوهت مصادر إلى أن اختيار المكسيك للعراق نظرا لتقارب طريقة وأداء أسود الرافدين مع المنتخب السعودي الذي وقع بذات مجموعة المكسيك بالمونديال إلى جانب الأرجنتين وبولندا. يذكر أن المنتخب العراقي فشل في بلوغ المونديال، ويحاول اتحاد الكرة إعادة هيكلته بعد إتمام التعاقد مع مدرب جديد يتم تأجيل تسميته كل مرة بسبب الضائقة المالية. يذكر أن العراق واجه المكسيك على صعيد المنتخبات المنتخب الأول مباراة واحدة أقيمت بمونديال المكسيك عام 86، وانتهى اللقاء لصالح أهل الدار بهدف مقابل لا شيء. أصدقائنا المشاهدين، أكيد هذا الخبر وطلب ملاقاة المكسيك للعراق هو خبر مو هين وما يمر على جمهورنا الرياضي مرور الكرام، لذلك كانت منصات التواصل الاجتماعي الرياضية يوم أمس كانت ضاجة بالتعليقات بعد هذا الخبر، وخصوصاً أنه المنتخب المكسيكي هو من طلب مواجهة العراق. خلينا نشوف الجمهور شلون تفاعلوا يا هذا الخبر من خلال التعليقات اللي راح نقرأها احنا وياكم سوية. التعليق الأول من حساب بعنوان حسن المنصوري، حسن يقول: على أساس المنتخب العراقي يشابه المنتخب السعودي فنياً وبدنياً، وهم ما يدرون ما نوصل للربع منهم. إذن حسن يقول يمكن المكسيكيين عبالهم احنا يعني نشبه المنتخب السعودي وهيج، واحنا ما نوصل لهم للربع. هذا كان تعليق حسن وكان رايه طبعا. لذلك خلينا نشوف التعليقات الاخرى حول نفس الموضوع، والتعليق الثاني حول قضيه طلب المكسيك مواجهه العراق من حساب بعنوان محمد طلال. محمد يقول: عمي خلونا المدرب انزل تشكيله واحده، إذا خسرنا ضدهم طردونا من العراق. يعني كحال أغلب العراقيين، أكيد هم خبرات فنية يعني فذة ومدربين على مستوى عالي ومحللين على مستوى أعلى. محمد طلب أنه هو يدرب المنتخب العراقي ويقول له إذا خسرنا طردونا من المنتخب. ما أعرف محمد شنو الإنجاز اللي راح تسويه أو شنو التحدي هذا اللي مطبه بروحك بيه، ما أعرف. خلينا نشوف التعليقات الأخرى أصدقائنا المشاهدين حول نفس الموضوع وسبب طلب مواجهة المكسيك للعراق. التعليق القادم من حساب بعنوان وسام يقول: أخاف إحنا قاضيها تعادلات، ذولا يسحلونا سحل، ما تشوفون عدنان درجال يريد يسوي لعبة ودية والتكاليف على الاتحاد ويا البنغال، لأن قدرتنا عليهم فقط. وسام يقول إنه يعني خاف إحنا قاضيها تعادلات، فعلا منتخبنا كان بالفترة الأخيرة يعني كان يتعادل بأغلب مبارياته. وسام يقول: خاف
تعتبروها قاضية تعادلات، فالجماعة يسحلون سحل على حد تعبيره. فعلا منتخب المكسيك منتخب قوي ومتأهل بجدارة للمونديال. بالإضافة لهذا يقول إحنا مثلا قدرتنا على منتخبات بنغلاديش غيرها من المنتخبات اللي على قد الإيد، اللي إحنا أصلا نسوي لهم دعوة ويجون يلعبون بالعراق، دير بالكم للمكسيك لأنه يريدون يسوونه دعوة، يريدون يغلبونه والنتيجة ساحقة. نشوف بقية التعليقات والآراء حول مباراة العراق والمكسيك المفترض أن تقام بشهر 12. حساب بعنوان محمد يقول والله فرصة مؤاتية مع المنتخب المكسيكي المحترم عالميا، لكن يا حبذا لو تقام المباراة بتجمع جميع اللاعبين العراقيين المحترفين دون أي لاعب محلي يذكر باستثناء حراسة المرمى، ويقود منتخبنا بهذا اللقاء الكابتن عباس عبيد ويساعد الكابتن رزاق فرحان، ربما نشهد شيء مميز لمنتخبنا. محمد يقول يعني ظاهر ناقم على اللاعبين المحليين ويفضل أنه تكون هذه المباراة بتجمع من كل اللاعبين المحترفين ما عدا حراسة المرمى. بالإضافة لهذا يقول أنه يعني هذا التجمع ممكن يقود عباس عبيد بمساعدة رزاق فرحان وتكون فرصة جيدة وممكن المنتخب يستفيد من هذا الموضوع. هذا كان رأي محمد حول نفس الموضوع. تعليقات هواية بصراحة حول هذا الموضوع. خلينا نشوف التعليق الآخر حول يعني طلب المكسيك مواجهة العراق بالنسبة للمنتخبات الأولى. حساب بعنوان فايز العويسي، فايز يقول المنتخب العراقي مع المنتخبات القوية يقدم مستوى عالي عكس منتخبات آسيا والخليج. إذن كان هذا التعليق الأخير أصدقائنا المشاهدين. فايز قال أنه المنتخبات الآسيوية والخليجية لما تواجه منتخبات كبرى تخسر بنتائج كبيرة. المنتخب العراقي يختلف عنهم، لما يواجه منتخبات قوية يقدم أداء قوي. لذلك هذا كان التعليق الأخير حول موضوع مواجهة العراق للمكسيك. طبعا مصادر قالت أنه الاتحاد وافق على هذه المواجهة وبصدد أنه يرسل إيميل للاتحاد المكسيكي بس يحدد بموعد السفر وهذه التفاصيل اللوجستية. نبقى بالعراق وبالجانب المحلي، حيث يسعى فريق القوة الجوية إلى رد الاعتبار لخسارته في بطولة الكأس عندما يواجه غريم التقليدي الزوراء اليوم ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الممتاز بكرة القدم. وستقام مباراة الكلاسيكو على ملعب الشعب الدولي بدون جماهير بناء على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، لكن هذه القرارات أكيد تغيرت وأعلن بوقت لاحق الاتحاد أو تسريبات من الاتحاد أنه الجماهير راح يحضرون المباراة. ويرفع الصقور شعار الفوز ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة أمام الغريم التقليدي بمسابقة الكأس، بالتالي فإن الأزرق عازم على تقديم مباراة جيدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهم استمراره بالوصافة. استعد الصقور جيدا لمواجهة النوارس من خلال التحضيرات المكثفة تحت قيادة مدربه قحطان شتير، لا سيما أنه استعاد ثقته بفوز كبير بالجولة السابقة على نفط الوسط 3 أهداف مقابل هدف واحد، ويغيب عن صفوف الجوية في لقاء اليوم حارس المرمى فهد طالب وعلي كاظم وكرار نبيل للإصابة، إضافة إلى حسن رائد بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وعلى الجانب الآخر يتطلع الزوراء إلى تجديد تفوقه على الجوية مستغلاً حالة عدم الاستقرار في صفوف منافسه. احنا باقين وياكم أصدقائنا المشاهدين، لكن نروح إلى فاصل قصير وراجعكم، خليكم وياكم. أهلا بكم من جديد أصدقائنا المشاهدين. خرج المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أخيرا عن صمته للتحدث بشأن مستقبله وأهم خطواته القادمة في كرة القدم بعد ابتعاده عن التدريب منذ العام 2021. زيدان كان عاطل عن العمل كل هاي المدة منذ رحيله عن ريال مدريد في نهاية موسم 2021-2020 رغم ارتباطه بتلك الفترة بتولي
القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان، حيث كانت غالبية التقارير الفرنسية تؤكد اقتراب المدرب الفرنسي من خلافة الأرجنتيني بوتشيتينو بتدريب باريس سان جيرمان، إلى أن المفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة، لأنه أغلب تأكيدات المقربين من بيئة زيدان أكدت على أن المدرب الفرنسي يطمح مؤخرا بتولي تدريب منتخب فرنسا. في هذا الصدد أجرت صحيفة ليكيب الفرنسية حوارا مطولا مع زين الدين زيدان بمناسبة عيد ميلاده 50، أكد من خلاله على تطلعه لتدريب منتخب فرنسا. ونشرت صحيفة ليكيب غلاف العدد الصادر اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي على تويتر اللي أرفقها بعنوان عريض قصتي، بين التصريحات زيدان قال فيه مع الديوك قصتي لم تنتهي بعد مع الديوك، حيث أثار زيدان بهذا التصريح التكهنات حول رغبته بتولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا بعد نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022 والمحدد انطلاقها بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. جدير بالذكر أنه زيدان لعب مع منتخب فرنسا منذ عام 94 حتى 2006 وحقق فيها مجموعة من الإنجازات، فيما نجح زيدان في تحقيق لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا عام 98 إلى جانب الفوز بلقب بطولة الأمم الأوروبية يورو عام 2000. أبهر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كافة عشاق كرة القدم بمهاراته الخاصة لغاية الآن، لكن هذه المرة ليست على أرض الميدان. فينيسيوس تواجد قبل أيام بإحدى الحفلات الغنائية ببلد البرازيل وكان يرتدي ملابس رسمية فاخرة، لكنه خطف أنظار الجميع عندما صعد إلى المسرح وقام بالرقص رفقة المغنية والعارضات الأخرى من حوله. المقطع كلش انتشر وحقق مشاهدات عالية، خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم. إذن مهارات جونيور فينيسيوس جونيور ظاهر يعني مو بس بكرة القدم، البرازيليين هم متعودين يعني موضوع الرقص عندهم موضوع ثاني بصراحة. نبقى بنفس جو الحفلات تقريبا وبنفس جو السهرات وقضاء العطلة الخاصة والإجازة الخاصة باللاعبين، حيث التقطت عدسات الكاميرات غريليش من جديد عند خروجه بالساعات الأولى من الصباح بإحدى الملاهي الليلية واللي اعتاد أن يرتادها، حيث سبق له أن يشاهد اللاعب مخمور بعدة مواقف. وبالنظر لما يحدث فإن غريليش بعطلة بالوقت الحالي، لكنه يؤكد بالوقت ذاته أنه ليس صفقة اللي تستحق 100 مليون يورو. فيوم بعد يوم يمنح غريليش تأكيدات لغوارديولا ولقطاع كبير من مشجعي مانشستر سيتي أنه لم يكن الصفقة التي تستحق تلك القيمة المرتفعة، حيث أنه على صعيد الملعب لم يقدم الكثير بالموسم الماضي برغم تتويج مانشستر سيتي باللقب، لكنه كان لاعب مثير للجدل أكثر من عطائه بالملعب. ومع استمرار حالة عدم الاهتمام البدني والنفسي اللي تنتاب اللاعب، فإنه من المحتمل بشكل كبير أنه يكون أول الراحلين عن مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. كل يقضي الإجازة والعطلة على مزاجه وعلى ليلة، حيث قام لاعب وسط الميدان بول بوجبا بزيارة إلى موطن الأصلي غينيا قبل يومين من أجل قضاء إجازة قصيرة رفقة أسرته. الاستقبال الخاص ببوجبا كان استقبال غير، خلونا نشوف الفيديو. إذن استقبال بالدراجات النارية لبوجبا اللي رجع لموطنه حتى يشوف أصدقائه ويشوف يعني رفاق الطفولة بعد زيارة هو وعائلته. نبقى بنفس الأجواء الأوروبية، لكن نروح إلى موضوع الانتقالات، حيث زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن الكوري الجنوبي سونغ جناح توتنهام بقائمة الانتقالات الصيفية لنادي ريال مدريد الإسباني. وبعد موسم مذهل قدم الكوري الجنوبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توج مشواره بحصد الحذاء الذهبي مناصفة مع المصري محمد صلاح بعد تسجيل 23 هدف،
يبدو أنه نجح أخيرا في جذب أنظار ريال مدريد. بالإضافة لهذا يعني اللاعب يعني عنده عروض هواية، وبحسب ما وردت بصحيفة ذا سان البريطانية يراقب نادي ريال مدريد عن كثب نجم توتنهام سون خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وفقا لأحد الصحفيين البارزين فإن سون هو أحد من القائمة المختصرة اللاعبين اللي يأدون بالهجوم واللي يتابعهم بطل دوري أبطال أوروبا من نسخته الماضية. يتطلع كارلو أنشيلوتي لتعزيز هجومه بعد انتهاء عقود ثنائي جاريث بيل وإيسكو بنهاية الموسم الماضي، إلى جانب ربط أسينسيو بمغادرة ملعب سانتياغو برنابيو خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته. سون سجل 131 هدف وقدم 73 تمريرة حاسمة و324 مباراة مع توتنهام، وهو من بين قلة مختارة من المهاجمين المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف. ويتطلع النادي الملكي لملء الفراغ الذي تركه بابي معهم بعد أن أدار وجهه للنادي الملكي وقرر عدم التوقيع والتجديد مع باريس سان جيرمان. نبقى بجو الميركاتو الصيفي، حيث زعمت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة تواصل مؤخرا مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز للاستفسار عن رأيه بعودة محتملة إلى الكامب نو خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية. سواريز كان قد غادر ملعب كامب نو في صيف 21 بعدما رفضت إدارة برشلونة السابقة برئاسة بارتيمو التجديد له، ينتقل مباشرة إلى أتلتيكو مدريد الذي قضى معه موسمين ماضيين. وحاليا لا يزال لويس سواريز بدون أي نادي، حيث لم يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد، ويفاضل بين عدة عروض جدية وصلتها من إشبيليا وفياريال الإسبانيين إلى جانب ريفر بليت الأرجنتيني. وبحسب ما ورد في صحيفة سبورت إسبانيا، فقد تواصل المسؤولين بنادي برشلونة مع سواريز لاستدعاء للعودة من جديد لقيادة هجوم الفريق الكتالوني الموسم المقبل. على الرغم من أنه الأمر يبدو غريباً، إلا أن برشلونة بمجرد أنه عرف سواريز لم يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد بدأ بالتواصل مع المهاجم الأوروغوياني لمعرفة رأيه بالعودة إلى معقل الكامب نو. وبالطبع أبلغ نادي برشلونة مهاجمه السابق بأنه يجب عليه الانتظار حتى أغسطس القادم، لأن الأولوية بالتعاقد راح تكون للبولندي ليفاندوفسكي. من جانبه قدم لويس سواريز شكره لإدارة برشلونة، لكنه كان واضحا بأنه لديه عروض جدية من عدة أندية ولا يمكنه إهدارها والانتظار طويل. هذا الخبر يعني احنا قبل لا نختم الحلقة، هذا الخبر المفروض نشغله يا ميوزك مال بعديش مال هيثم يوسف، لأنه اللاعب وقته هو طلب التجديد ويا برشلونة، لكن برشلونة أدار وجهه للاعب وما جددوا إياه، اضطر يروح الأتلتيكو مدريد ويعاقب برشلونة بطريقته الخاصة، سجل عليهم أكثر من هدف بالموسمين اللي لعبهم ويا أتلتيكو مدريد. رجعوا إدارة برشلونة بعد أن تغيرت الإدارة لإدارة جديدة، قالوا له يابا احنا نريد نتعاقد وياك والأمور يعني رجعها مثل اللي قبل، قال لهم أنا آسف عندي عقود جدية من غير أندية، لأنه أصلا النادي هو مو جد بالتعاقد وياه بالمقارنة ويا ليفاندوفسكي. احنا وصلنا لختام الحلقة، شكرا للمشاهدة، نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة. تقبلوا تحياتي بالإعداد والتقديم أحمد جليل التميمي، وتحيات كل كادر العمل خلف الكواليس. باي باي.